السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب رزق. البنك الزراعي المصري أصدر برنامج تمويلي اسمه باب رزق لتمويل أصحاب الحرف وربات البيوت وأصحاب الحرف اليدوية وصغار التجار. التمويل ده بفايدة 12.25% متناقصة. هنتكلم في الحلقة دي على برنامج باب رزق، الهدف منه وتصريحات البنك عنها والمبلغ اللي ممكن تقترضه وطريقة السداد وعمولة السداد المعينة. كل ده هنتكلم عنه. معاكم دكتور محمد العجمي ودي قناة صباح البنوك. البنك الزراعي المصري أطلق برنامج جديد، برنامج تمويلي اسمه باب رزق. البرنامج ده هدفه الأساسي هو تمويل متناهي الصغر في القرى الريفية. البنك الزراعي بدأ ب 26 قرية. هنسيب لكم أسماء القرى، هيتصاروا دلوقتي على الشاشة، ممكن تثبت الشاشة وتشوف القرية اللي هي موجودة. أستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أكد أن الهدف الأساسي من القرض أو من التمويل هو التمكين الاقتصادي لسكان الريف وخاصة ربات البيوت أو السيدات المتواجدين في الريف من خلال قروض بسيطة مدعمة. وأضاف فاروق أن الهدف منه هو تحقيق الشمول المالي اللي بتسعى إليه الدولة والبنك المركزي. والشمول المالي هو تمكين الأفراد من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية بطريقة سهلة وسلسة وبمصاريف مناسبة. السؤال، مين اللي لهم حق الاستفادة من برنامج باب رزق؟ اللي لهم الحق هم أصحاب الحرف، الحرف اليدوية زي صناعة السجاد والخوص غيره من الصناعات اليدوية اللي هي موجودة داخل القرية المصرية، إلى جانب العاملين في تجارة الأعلاف والبذور والمستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى ربات البيوت اللي هم بيشتغلوا في موضوع تربية الدواجن أو الحيوانات المنزلية أو الصناعات المنزلية زي الألبان وغيره من الصناعات اللي السيدات ممكن يعملوه في البيت. طب حجم القرض قد ايه؟ القروض دي اسمها قروض متناهية الصغر، بتبدأ من 2000 جنيه لحد 10,000 جنيه. الفايدة عليها كام؟ الفايدة عليها 12.25%، يعني كل 1000 جنيه عليها 122 جنيه ونص في السنة. مدة القرض قد ايه؟ مدة القرض من 6 شهور لسنة، والبنك بيدي فترة سماح قبل ما تسدد القرض. فترة السماح دي بتتراوح من شهرين لست شهور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي رحت البنك وقدمت على القرض وليكن خدت 10,000 جنيه او خدت 2000 جنيه، البنك بيديلك المبلغ ويديك فترة سماح، ممكن شهرين ممكن ثلاثة ممكن اربعة، بتوصل لحد ست شهور على حسب كل عميل. بعد الفترة دي بتبدأ انك انت تسدد القرض، تسدد القرض على 6 شهور او سنة بالفايدة اللي هي 12.25% سنويا. طب ايه هي الاوراق المطلوبة؟ البنك بيدي تيسيرات في موضوع الحصول على هذا القرض اللي هو متناهي الصغر. الاوراق المطلوبة صورة البطاقة واي ايصال مرافق اللي يثبت العنوان بتاعك فقط لا غير. وبعد كده العميل او العميلة بتقدر ان هي تحصل على القرض. هل في مميزات اخرى؟ البنك بيدي العميل المقترض او ربات البيوت اللي هم اقترضوا هذا المبلغ بطاقة ميزة. البطاقة دي سهلة، تقدر انك انت تروح للمكنة تحط القسط بمنتهى البساطة، او حتى تقدر تحط اي مبلغ في حسابك وتقدر تسحبه تاني في اي وقت، والبطاقة دي مجانية ما عليهاش اي مصاريف، وبالتالي ده بيساعدك على حرية الحركة في السحب والإيداع من حسابك. أيضا بتقدر من خلال البطاقة دي كمان تدفع الفواتير وبالمجاني وسداد أقساط القرض. لو التزمت أكيد البنك بيديك قرض آخر لو أنت التزمت بعملية السداد. في النهاية البنك الزراعي المصري طرح برنامج تمويل جديد بيستهدف ربات البيوت، صغار التجار وأصحاب الحرف اليدوية. القرض من 2000 جنيه ل 10,000 جنيه، الفايدة 12.25% متناقصة، القرض مدته 6 شهور أو سنة،
وبتاخد فترة سماح ما بين شهرين لست شهور، ويبقى أوراق بسيطة اللي هي صورة البطاقة وإيصال مرافق، وتقدر تحصل على القرض. بتاخد عليه بطاقة ميزة، البطاقة دي بتقدر انك انت تسدد أقساط القرض، بتقدر انك انت تتعامل على حسابك بحرية، تعرف رصيدك فيه قد ايه. نشكر حضراتكم، متنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريت حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك.